مساء الخير. بين التشكيك بنزاهته وشرعيته والحديث عن احتمال تأجيله، ترجحت المواقف حول الانتخابات الرئاسية السورية. فمن روسيا اللي سبق وروجت للانتخابات، أعلن سفير النظام رياض حداد أن العملية الانتخابية ستجرى مع مراعاة الوضع الوبائي المرتبط بكورونا. أعلن سبق تشكيك المعارضة السورية وعدد من الدول الغربية بنزاهة الانتخابات، ومنها واشنطن اللي قالت إنها ما رح تعترف بنتائجها ما لم يتم التصويت تحت إشراف الأمم المتحدة. فما هو مصير الانتخابات الرئاسية وكيف ستؤثر على الواقع الراهن والتفاوض السياسي ومستقبل البلاد؟ للإجابة على هالأسئلة وغيرها برحب بضيوفي من غازي عنتاب زكريا ملاحفجي عضو الائتلاف الوطني السوري المعارض، ومن موسكو نزار بوش أستاذ العلوم السياسية في جامعة موسكو. إذا لم يتم تأجيل الانتخابات فالمفترض أن يتم إجراء قبل 16 يونيو 2021، لكن الطريق لصناديق الاقتراع بدأ مزدحم بالانقسامات والشكوك حول نزاهة التصويت وظروفه، وذلك على المستويين الداخلي والخارجي. على قدم وساق يمضي النظام السوري باستعداداته للانتخابات الرئاسية المفترض إجراؤها خلال الأشهر القليلة المقبلة، حيث باشرت أجهزته حملة تعبئة لحث السوريين على الوقوف إلى جانب بشار الأسد في تكرار لسيناريو انتخابات عام 2014. أقسم بالله العظيم أن أحترم دستور. وترافق التحضيرات لهذه الانتخابات حالة من الجدل والانقسام حول شرعيتها، فعلى الجانب الأمريكي أعلن جيفري دوليرنتس نائب المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة بالإنابة أن بلاده لن تعترف بنتائج الانتخابات في سوريا إذا لم تتم تحت إشراف الأمم المتحدة، واعتبر أن النظام السوري ينوي استغلالها لتأكيد شرعية بشار الأسد. وفي الإطار نفسه يندرج تحرك دول في الاتحاد الأوروبي لإقرار الوثيقة الفرنسية التي ترفض أي انتخابات رئاسية لا تحصل بموجب القرار الدولي 2254. لكن لروسيا وإيران رأي مختلف، إذ تدعم الدولتان إجراء الانتخابات في موعدها، بل إنهما تحثان دول العالم على مساعدة نظام الأسد في إجرائها بمعزل عن أعمال اللجنة الدستورية. وعلى المستوى الداخلي ترفض المعارضة السورية أي انتخابات في ظل الدستور الحالي وقبل حل سياسي يتضمن مرحلة انتقالية تجري بعدها انتخابات تحت إشراف الأمم المتحدة. المعارضة تعهدت على لسان رئيس الائتلاف الوطني نصر الحريري بالعمل على نزع الشرعية عن الانتخابات. لابد لنا كقوى ثورة ومعارضة لابد أن نواجه هذه الانتخابات على المستوى السياسي والدبلوماسي والقانوني حتى ننزع الشرعية عن هذا النظام. ويتوقع أن تشكل هذه الانتخابات وحالة الانقسام بشأنها مدخلا إضافيا لاهتمام دولي أوسع بالملف السوري، وتلعب دورا مهما في تحديد مصير التفاوض السياسي ومستقبل البلاد. برحب فيكم ضيوفي. رح ابدا معك سيد زكريا، لنبدا من حيث انتهى التقرير وهو موقف المعارضه. هناك من لا يزال يعتقد بان اطرافا في المعارضه يمكن ان تشارك في الانتخابات بالرغم من الغاء مفوضيه الانتخابات وعدم تحديد موعدها بعد. نعم، مساء الخير لك ولضيفك الكريم. طبعا بالنسبه لنظره المعارضه للانتخابات بالاصل ليس الآن وإنما منذ سنين نعرف نحن الانتخابات السورية وشكلية ليس لها من اسمها سوى الاسم فقط، يعني ليس هناك من يرشح نفسه مقابل، ليس هناك عملية نزيهة بالانتخابات. وكيف سيكون ونحن في ظل الآن نصف الشعب السوري ما بين نازح ولاجئ؟ اليوم المعطى الجديد في هذه السنة تحديدا 2021 معطى مختلف كليا. هناك نصف الشعب السوري ما بين نازح ولاجئ، هناك مناطق كبيرة طبعا خارج سيطرة النظام، وهناك إضافة أخرى أن هناك ظرف معيشي قاهر، النظام لا يستطيع تأمين سبل الحياة الرئيسية للدولة، فحتى الشريحة الموالية أو الصامتة هي حقيقة اليوم حريصة على تغيير رأس النظام أكثر من أي وقت آخر، يعني بمثل حرص المعارضة بل زيادة نتيجة الأوضاع اللي
عم يعيشها الشعب السوري اللي هو يعني في منطقة النظام، واللي هو سبب هذا النظام وبقائه واستمراره بوحش بالخيار العسكري ووحشيته واستمراره بهذا الشكل. إذن يعني سيد نزار، مثل ما سمعت قال ضيفي بأن هذه انتخابات سورية، وأن يعني من المستبعد جدا أن يكون هناك أي مشاركة للمعارضة السورية فيها. ولكن قبل الإجابة على الموضوع بدي أسألك، كثر قرأوا تصريحات لسفير رياض حداد بأنها تمهد للإعلان عن تأجيل الانتخابات، هل بتشوف هالموضوع من هالزاوية؟ وما تعليقك على ما تفضل فيه ضيفي أيضا؟ نعم، يعني بداية قبل أن أجيب على سؤاليك وليس سؤال واحد، أولا هناك معارضات وليس معارضة، هناك من منصة موسكو، هناك من منصة القاهرة، هناك نصر الحريري لا أعرف من يمثل، هناك ضيفك الكريم من اسطنبول ربما يمثل فقط الحكومة التركية، وإلى آخره طبعا كثيرين. لا يوجد أصلا رأي واحد للمعارضة التي تسمي نفسها معارضة. لو كان هناك رأي واحد أعتقد لكان الأمر أفضل، ولما وصلنا لما وصلنا إليه. طبعا نحن لسنا ضد معارضة، المعارضة تعني بناء وطن، تعني التغيير إلى الأفضل، ولا تعني أن نقف مع المسلحين والإرهابيين وجبهة النصرة وداعش وإلى آخره. هذه إدلب سقطت في يد المعارضة التي يسمونها معارضة في يد الائتلاف بداية. الآن لنذهب إلى إدلب، وهل يستطيع ضيفك الكريم أن يسكن في إدلب التي تسيطر عليها تركيا وجبهة النصرة الإرهابية؟ هل يستطيع أن يفعل شيء في إدلب؟ إذن هنا أتوقف عند ذلك. أما بالنسبة لي طبعا تأجيل الانتخابات أو عدم تأجيلها، أولا الانتخابات بغض النظر عن أي شيء هو استحقاق دولة، استحقاق شعب، شئنا أم أبينا، بغض النظر عن الظروف التي تمر بها هذه البلد بسبب هذه المعارضة التي وقفت ضد بلدها، ضد بلدها وقفت. بالمناسبة لو أنها مع الشعب، لو أنها لم تخرب، لو أنها لم تحمل السلاح، لكنا كلنا مع هذه المعارضة، والمعارضة أمر طبيعي في كل طيب العالم. يعني إذن سيد نزار قلت أن هناك العديد من المعارضات السورية. إذا ممكن تفضل كمل لأكمل فقط إذا ممكن. فلذلك يمكن لهذه السلطة في سوريا، للدولة، للحكومة أن تؤجل أو لا تؤجل حسب الظروف، حسب وباء كورونا، حسب الظروف السياسية والظروف الاجتماعية والظروف القاهرة، ممكن أن تؤجلها. وأين المشكلة؟ في أي دولة في العالم ممكن أن تؤجل، حتى في الولايات المتحدة الأمريكية إذا ما قامت حرب أو ما يعني كانت هناك أمر صعب فيمكن أن يؤجلوا الانتخابات. فلذلك هذا يعود إلى الحكومة السورية الشرعية بطبعا إجراء الانتخابات أو تأجيلها. تفضل سيد زكريا إذا عندك أي رد حول ما تفضل فيه ضيفي. نعم بكل تأكيد، لا أعلم لما الضيف متوتر. أنا أقول أن هناك 5.2 مليون في منطقة المعارضة اللي هي خارج سيطرة النظام، وهناك أيضا 2.5 مليون في المنطقة اللي فيها قسد، وهناك 4 مليون في تركيا، وهناك 2.5 مليون موزعين في أوروبا ولبنان وحتى الأردن. يعني عمليا هناك يعني نصف الشعب السوري خارج منطقة سوريا النظام يعني. طبعا وأذكر قبل أسبوع كانت ذكرى الثورة. لا اسمح لي أكمل، لا تقاطعني، لم أقاطعك أنا. قبل فترة كانت ذكرى الثورة، ولاحظنا كيف في السويداء ودرعا ودمشق وعدد من المحافظات اللي خرجت بتنادي بإسقاط النظام، وأكدت على ذلك. وحتى قبل أمس وبذكرى وفاة سلطان باشا الأطرش في السويداء خرجت تنادي بإسقاط النظام. اليوم هذا الواقع ما فينا يعني اليوم نغطي الشمس بغربال، هذا الواقع على 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 طبيعته. اليوم أي حدا اليوم بسيط بيدخل، مثقف بيدخل على أي برنامج بيقدر بيعرف أرقام اللاجئين والنازحين اللي رفضوا العودة إلى سيطرة بشار الأسد. اليوم بيعرف 1.5 مليون اللي يسكنوا في خيمة في 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 شمال سوريا ويرفضوا العودة إلى مناطق فيها النظام لأنه بيعرفوا هذا النظام وإجرامه إلى آخره. يعني هذا شيء بديهي ومعروف هذا النظام بتاريخه. يعني اليوم لا لا لا, لا
لا نحتاج يعني صراحة أن نوضح ما هو موضح بتاريخه وتعامله مع المسألة الانتخابية وكيف تجري، وحقيقة مضحكة أضحوكة حقيقة. في سوريا لا يوجد هناك انتخابات، الانتخابات أضحوكة حقيقية. أما بالنسبة للمعارضة فطبيعي هناك آراء مختلفة، وهذا شيء أصلا الغير طبيعي أن تكون صورة واحدة مصمتة الطبيعي، ولكن هناك معارضة رسمية ومعترف عليها من 124 دولة، وهي الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة، وهناك مساحة تسيطر عليها المعارضة، وهناك 5.2 مليون في منطقة المعارضة. يعني هذه حقيقة، والمعارضة هي من هي التي تسيطر عليها. سيد زكريا، أنا أريد أن أطرح أيضا سؤال على ضيفي. أرجوك اسمح لي أكمل. هلا أين هي من السهولة بمكان أنك تدخل وتقرأ أرقام وإحصائيات، بتعرف الأعداد المهجرة والنازحة واللاجئة، وبتعرف العدد الموجود تاخذ أخي. طيب سيد نزار، أنا بتمنى أنه ما يكون في شخص بالحديث، نحن بهمنا نوصل المعلومات للناس. نعم سيد نزار، بغض النظر عن المواقف السياسية، إلا أنه فعلا هناك ملايين السوريين يعني الموجودين في مناطق خارج سيطرة النظام. هل من المخطط لهذه الانتخابات أن تشمل هؤلاء الناس؟ لأنه بالنهاية أيضا هم سوريون، وصوت بالانتخابات السورية هو حق مشروع. فهل سيتم يعني إيجاد طريقة ما لأخذ التصويت من هذه المناطق؟ نعم، سؤال مهم جدا حقيقة. نعم هناك ملايين السوريين، ولا يعني 12 مليون أو 13 مليون كما تحدث ضيفك الكريم، وهذه الأرقام المبالغ بها. لقد كنت في سوريا عدة مرات أنا خلال هذه الحرب، ورأيت ما رأيت، ورأيت كيف أن هناك في إدلب الآن، وأنا من هذه المنطقة تحديدا رغم أني سوري روسي أتحدث بكل صراحة، يعني أنا من هذه المنطقة، ورأيت كيف أن بالعكس هذه الملايين التي أو عدت مليون ونصف من اللاجئين، ربما لا أعرف العدد تماما، يريدون العودة إلى مناطق الدولة، لأن في مناطق الدولة هناك استقرار وأمن، ولا يوجد إرهابيون يتحكمون بأعناق هذه البشر، ولا يوجد ما يسمونها ائتلاف وطني، ولا يوجد له يعني لا يوجد هذا الائتلاف الوطني الذي يتحدث عنه ضيفك الكريم من تركيا. في هذه المناطق هناك جبهة النصرة الإرهابية وحراس الدين وقاطع والذين يقطعون الرؤوس. إذن في هذه المناطق هناك مناطق يعني يسيطر عليها الإرهابيون، فكيف يمكن أن نجري فيها انتخابات؟ إذن أنا هذا رأيي الشخصي، لست من الحكومة، ولكن رأيي الشخصي أنه يمكن إجراء الانتخابات في المناطق التي توجد فيها الدولة، طبعا أيضا يمكن إشراك الناس الذين خارج بلادهم، أنا أقول خارج بلادهم، هذه الانتخابات، ويمكن هذا. ونحن رأينا في موسكو وفي طبعا الدول الأوروبية في عام 2014 أن المغتربين السوريين شاركوا وبغزارة وبكثافة في هذه الانتخابات في السفارات. فأتمنى على ضيفك الكريم أن أيضا يتحدث عن حقائق يعني رأيناها سابقا، والآن سوف تكون هناك حقائق أخرى. فمن يريد أن يذهب إلى السفارة ويصوت ضد بشار الأسد، الرئيس بشار الأسد، فليصوت، هذا حقه. إذن الخيارات هي أما التصويت إلى بشار الأسد أو ضده. هل هناك مرشحين آخرين في هذه الانتخابات؟ لا، هناك سوف يكون مرشحون بكل تأكيد، يكون مرشحون إلى الرئاسة، من طبعا يستطيع أن يرشح نفسه. طيب سيد نزار، دعني أيضا أعطي بعض الوقت لسيد زكريا. نعم سيد زكريا، يعني على الرغم من المواقف الرافضة لهذه الانتخابات من الولايات المتحدة وأوروبا وغيرها، ولكن يعتقد البعض بأن يعني روسيا نجحت في يعني جعل العالم أكثر تقبلا لوجود بشار الأسد في المرحلة القادمة، هل بتشارك بهذا الرأي؟ بالمطلق غير صحيح. اليوم بشار الأسد وطوابير الوقود والخبز وما يجري في سوريا وحالة السخط والمظاهرات التي خرجت وتؤكد وما زالت تؤكد، وأريد أن أقول شيء، في المظاهرات الماضية في إدلب رفعت إحدى الصبايا المحجبات صورة عبد العزيز الخير اليساري العلوي وتطالب بإطلاق سراحه. ليس 5.2 مليون ليسوا إرهابيين، هؤلاء سوريين. المؤسف طبعا، ما يعني هناك حقائق وأرقام نتحدث طبعا مؤسف أن تتحدث
تتحدث بالطائفية يعني مشحونة ومتطرفة لجهة ما. لا نريد لا 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 بالعكس أنا بالعكس أنا أنكر الطائفية. أنا أقول أهالي إدلب يطالبون بالسجناء الموجودين عند النظام من الطائفة السنية والعلوية وغيرها. لا أسألك بالعكس عن دينك. لا ليس مؤسف بالعكس، هذا مبشر. لأن خمسة لا أرجو لا تقاطعني، أرجو أنا لم أقاطع. نعم أنا لم أقاطع يعني ولم أتحدث بهذه اللغة. بعد الوقت الإجابة تفضل. 5.2 مليون يعيشون في هذه المنطقة يرفضون العودة إلى النظام. 1.5 مليون تم تهجير من خان شيخون وأرياف إدلب، يسكنون في 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 مخيمات. عدد اللاجئين في تركيا معروف، 4 مليون. عدد اللاجئين في أوروبا أرقام واضحة. كل هؤلاء سبب في التهجير واللجوء من قبل بشار الأسد، اللي قصفوا ودمروا بكل أنواع الأسلحة المحرمة دوليا. يعني هذا النظام نفسه وأوصل سوريا إلى ما أوصل إليه، واليوم الشعب السوري يعيش كل البؤس في مناطق النظام وكل الحرمان من أجل شخص وعصابة واحدة. عصابة واحدة يعني من أجل هذه الثلة وهذه العصابة يعيش هذا الشعب كل هذه المآسي. يحمل هذا الشعب كل الوضع الاقتصادي المترهل واللي أفرغه في يعني اليوم يعني إرهاب الدولة. هل نعمي أعيننا عنه؟ ننكر أن في سوريا إرهاب دولة وما ممارسته. طيب على المعتقلين وأرقام كل المنظمات الإنسانية والحقوقية لديها أرقام ووثائق واضحة. نعم ضيوفي خلونا نتابع. وبعد كل ذلك نتحدث عن انتخابات وأن النظام يريد أن يترشح. بالحديث عن آراء الناس ضيوفي خلونا نتابع عينة من آراء الناس بالشمال السوري بالانتخابات والمشاركة فيها، وهي على أي حال أمر مستحيل لأسباب سياسية ولوجستية وأمنية. إذا مقبلين نحن على انتخاب فلازم يكون بشار الأسد برا الانتخاب خالص، ما بنقبل فيه بأي شت من الوسائل. من جهة بدي يترشح أكيد بدي يترشح، بس فوز بدي يفوز بانتخابات أكيد غير رسمية، لأنه هون أكترية البشر ما حدا رح ينتخبوا من المناطق المحررة. أنا رح لي أولاد اثنين، برجعوا لي أولادي لحتى انتخبوا، برجعوا لي دوري، برجعوا لي أغراضنا. كل سنة يعني بده يترشح ويعمل انتخابات يعني لا شرعية ويحط نتائج على كيفه مثل أبوه. 99.9 واحد خلص ماله شرعي انتهى، هو بيعرف حاله انتهى. روسيا وإيران لهم مصالح بسوريا، لهيك يعني من مصلحتهم أنه ينجحوا الأسد وينجح هو بالانتخابات. اليوم أنت عم تنتخب شخص مجرم وعصابي همجي، فأكيد الانتخابات ما هي الحل، هي عم تفاقم الأزمة أكبر. أي انتخابات وفي 12 مليون سوري برا سوريا ونصهم لاجئين ومهجرين؟ بديل اللي على الأرض اللي هون على الجبهات بالرباط، هذا البديل. أما اللي برا قاعد بالفنادق كائتلاف أو كذا، هدول سوار ائتلاف، سوار فنادق، سوار مكيفات. اللي على الأرض هون هذا البديل. نعم ضيوفي، يعني سمعنا رأي الناس واضح جدا حول هذه الانتخابات. سيد زكريا، من جانب آخر قد يقول البعض بأن أيضا المعارضة لم تنجح لحد اليوم بطرح بديل عن بشار الأسد لهذه الانتخابات أو غيرها، كيف بترد حول هذا الموضوع؟ يعني اليوم أنا بدي أحكي شغلة، طرح بديل عن بشار الأسد كيف؟ يعني هل كل هاي الملايين اللي هجرت وتهجرت ونزحت هروبا من الآلة العسكرية يعني تهيئ بديل كيف؟ يعني اليوم وحتى المعارضة تكون ألوان، وهذا شيء طبيعي. أصلا هذه حرية الرأي وهذه الديمقراطية، وليس الحالة يعني الشيفونية، الحالة الواحدة، الكتلة الواحدة ليس فيها إلا شخص واحد. هذه المشكلة وليست المشكلة. كل الدول الحديثة اليوم، الديمقراطيات الحديثة، فيها آراء شتى وفيها تداول سلس للسلطة. طيب أنا وقتي جدا ضيق، بدي أعطي سيد نزار سؤالي الأخير. نحن والصورة التي تحدث تحدثت بها الشارع الشعبي. نعم أنا للأسف وقتي جدا ضيق سيد نزار، يعني يقول البعض بأن النظام السوري أوصل سوريا إلى الحالة التي هي عليها اليوم، هناك دمار اقتصادي، البنى التحتية مدمرة، ما الفائدة من هذه الانتخابات وما الفرق الذي ستقوم به هذه الانتخابات بالنسبة للشعب السوري؟
بالنسبة للانتخابات فلا يمكن أن تتركي بلدا بدون حكومة، بدون رئاسة، بدون رئيس على الإطلاق، كان من كان هذا الرئيس إذا جاء من بالانتخابات حقيقة، لأنه سوف يكون هناك فراغ حكم وسوف تتدهور الأوضاع أكثر، وسوف نكون كعراق آخر وليبيا أخرى وربما يمن آخر. الآن سوريا أفضل للأسف من العراق. للأسف يعني أنا كنت عم منتظر منك جواب يعني سيد نزار، ولكن وقتي انتهى بدون أن تعطيني جواب على سؤالي، ولكن بشكر. أنا جوابتك لا يمكن أن تتركي الشعب السوري بدون استحقاق انتخابات شرعية حقيقية، ولنترك نعم شكرا بدون لك. انتخابات يعني بدون سلطة، يعني ما في سلطة، يعني في فراغ، يعني ما في دولة، انتهى. بشكر ضيوفي سيد زكريا ملاحفجي عضو الائتلاف الوطني السوري المعارض، ونزار بوش أستاذ العلوم السياسية في جامعة موسكو. مشاهدينا بعد الفاصل المزيد من الملفات السورية، فخليكم معنا. أهلا بكم من جديد. من دون مقدمات مطولة أعلنت موسكو عن التوصل لاتفاق مع أنقرة لفتح معابر إنسانية بين مناطق سيطرة المعارضة والنظام بسوريا، خطوة تبع فتح نظام الأسد معبرين إنسانيين بريفي إدلب وحلب بحجة تخفيف الأزمة الإنسانية بالمناطق الخاضعة لسيطرة تركيا. الاتفاق أثار ردود أفعال غاضبة على الأرض وجدل واسع بين السوريين على مواقع التواصل الاجتماعي، يتصدر على مدار أيام هاشتاغ لا للمعابر مع النظام. احتجاجا على الاتفاق وفور الإعلان عنه، تم تنظيم تظاهرات في مدينة عفرين السورية. المتظاهرون استنكروا الاتفاق وشككوا بالأهداف المعلنة من وراء، واعتبروا أنه خيانة للثورة ودماء السوريين اللي سقطوا على يد النظام. صغار أو كبار نحن جينا هون للنظار، سمعنا أنه راح يفتحوا المعابر مع نظام المجرم الأسدي، فمنقول لهم قبل ما يتورطوا أن يفتحوا على دمائنا بأجسادنا العارية، مستحيل نسمح لهذا الشيء، إذا صغار أو كبار. وهلا جينا هون نظاهر. وبأحد مخيمات النازحين بإدلب صور أنس المعراوي فيديو قال فيه أنه فتح المعابر هي محاولة لإنقاذ عصابات الأسد واقتصاد النظام السوري المترنح. روسيا طلبت من تركيا فتح 3 معابر باتجاه عصابات الأسد، يعني بين المحرر ومناطق النظام. طبعا كل هاي الطلبات وكل زيارات لأفروف للدول لإنقاذ عصابات الأسد، لإنقاذ الاقتصاد بعصابات الأسد المنهار. طبعا جميع الأحرار بيرفضوا فتح هاي المعابر باتجاه عصابات الأسد. الائتلاف الوطني السوري المعارض قال أن فتح معابر بين المناطق المحررة والمناطق الواقعة تحت سيطرة النظام هو مد طوق نجاة لنظام مجرم ومعزول دوليا ويعاني من انهيار اقتصادي. المعارض جورج صبر اعتبر أن محاولات روسيا فتح المعابر وتحكمها بعدد من المواضيع المهمة الثانية مثل المصالحات وإعادة الأعمار دليل على فقدان النظام للسيادة الوطنية. خالد قبيش تساءل عن حاجة الروس للمعابر مع مناطق بيسيطر عليها من يعتبرونهم إرهابيين، كونهم بيسيطروا على المطارات السورية والموانئ ونصف المعابر مع دول الجوار. ومعنا عبر سكايب عضو المجلس الوطني الكردي فؤاد عليكم، رحب فيك معنا سيد فؤاد. بداية، ما هو السبب الحقيقي للرغبة التركية والروسية لفتح المعابر مع النظام؟ تحياتي لكم والمشاهدين. حقيقة حتى الآن تركيا تنفي بأنه حصل اتفاق، لم تؤكد، يعني حتى أمس كنا نتابع الأخبار تركيا تنفي ذلك، ولكن فتح المعابر مع النظام يبدو جاء بعد القصف الروسي على إدلب وعلى شمال حلب وعلى منطقة جرابلس، وكأن بالروس يريدون أن يقولوا لتركيا أما الحرب أو فتح المعابر. فتح المعابر كما ورد في تقريركم من يعني عملية التفاف على قانون قيصر، لو كان لدى الروس هذا الجانب الإنساني
لما أغلق معبر اليعربية مع جمهورية العراق ولما أغلق معبر إعزاز. كان هناك معبرين وفي مجلس الأمن حصل نقاش كبير وأصرت روسيا على أن يكون هناك معبر وحيد باب الهوى، ورفض فتح الاستمرار في فتح المعبرين بل أغلقهما. لو كان هذا الجانب الإنساني هو المسيطر على الموقف الروسي لما أغلق المعابر السابقة المفتوحة. ولكن سيد فؤاد، إذا يعني مثل ما تفضلت فعلا روسيا ستأخذ تركيا إلى مكان أن تختار بين الحرب أو فتح المعابر، إلى أي طريق ستذهب تركيا؟ حقيقة تركيا في وضع محرج جدا يعني، وسمعنا من وزير الخارجية أوغلو بأنه على المعارضة أن تدافع عن نفسها، وهذه كانت الرسالة للمعارضة بأن الوضع معقد و لا أستطيع الدخول في حرب أو صراع مع روسيا. ولذلك يبدو الضغط الروسي كبير، والهدف منه كما ورد في التقرير وما كما ورد بموقف الائتلاف، الهدف تأهيل النظام وليس الجانب الإنساني. نحن نأمل أن يحصل تدخل أمريكي في هذا الموضوع، لأن فتح المعابر يمس تماما قانون قيصر ويفرغها من محتواها، ولذلك ضروري جدا التدخل الأمريكي لعدم فتح المعابر مع النظام والاستمرار في التضييق على النظام حتى يرضخ كما ورد في قانون قيصر للشروط الدولية والقبول بالقرار 2254. وإلا إذا استمر هذا الوضع وتم فتح المعابر فلم يعد هناك يعني معنى لقانون قيصر، وبالتالي سوف يحصل تأهيل للنظام في المستقبل. وكما لاحظنا يعني سيد فؤاد أن هناك رفض فظيع يعني شعبي من قبل جميع الأطراف الموجودة في المناطق المحررة، هل يعني هل هناك شرح لسبب هذا الرفض الشعبي الكبير لقرار مثل من هذا القبيل؟ الرفض الشعبي نتيجة الرصد المستمر لما يحصل في منطقة النظام. هناك تذمر كبير في الشارع السوري من جانب الموالاة، سواء في اللاذقية أو طرطوس أو حتى دمشق سويدا إلى آخره. كل هذه المناطق الخاضعة لسيطرة النظام بدأت بالتململ والضغط على النظام بإيجاد مخرج، فتح هذه المعابر يعني تنفيس إعادة تنفيس النظام وإعادة الحياة الاقتصادية لدورتها، وبالتالي سوف يخفف الضغط الداخلي على النظام. هذا الرفض من جانب قوى الثورة والمعارضة السورية ومن قبل الائتلاف يعني الاستمرارية الضغط على النظام سوف يفجر الوضع في الداخل السوري. عضو المجلس الوطني الكردي فؤاد عليكو، شكرا لوجودك معنا. ومن لحظة الإعلان عن القرار لم تسجل حالات عبور من مناطق سيطرة المعارضة إلى مناطق سيطرة النظام، وحتى الآن يبدو الأمر تكرار لسيناريو إعلان روسيا عن فتح معابر إنسانية بين مناطق سورية من دون ما يتمكن المدنيين من استخدامها أو حتى الاستفادة منها بتخفيف معاناتهم الإنسانية أو تسهيل تنقلاتهم. بوتين قاتل، عنوان حملة أطلقها ناشطون سوريون قبل أيام لتسليط الضوء على الجرائم اللي اقترفتها وما تزال تقترفها القوات الروسية ضد المدنيين خاصة في شمال غرب سوريا، بشهادة العديد من المنظمات الحقوقية. آلاف التغريدات والتعليقات أطلقت على مواقع التواصل الاجتماعي تحت هاشتاغ بوتين قاتل، وعدد كبير من أصحابها حملوا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المسؤولية عن الجرائم اللي جاءت نتيجة التدخل العسكري الروسي لصالح نظام الأسد من عام 2015. الحملة المستمرة كانت انطلقت مع وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن نظيره الروسي بالقاتل، وتعهده خلال حوار تلفزيوني بأن يدفع بوتين ثمن تدخله بالانتخابات الرئاسية الأمريكية. Do you think he's a killer? Mm-hmm. I do. So what price must he pay?
The price he's going to pay, well, you'll see shortly. بوتين قاتل، قال بايدن حديثا والعالم مقتنع فيها منذ زمن بعيد. هذا كان تعليق محي الدين اللاذقاني على تصريحات الرئيس الأمريكي. الناشطون شاركوا فيديو لأول قصف روسي بعد تصريحات بايدن. القصف استهدف منطقة معبر باب الهوى بين سوريا وتركيا بثلاث صواريخ وخلف عشرات القتلى والجرحى، وأدى إلى اندلاع حريق في محطة نقل الشاحنات التابعة للمعبر. طائرات الاحتلال الروسي تستهدف المكان الذي نحن فيه بثلاث غارات جوية الآن. اللهم سلم، اللهم سلم، اللهم سلم. مواقع هنا كما تشاهدون الآن منطقة مكتظة بالسكان المدنيين استهدفتها ميليشيات الاحتلال الروسي الآن بثلاث صواريخ. لا حول ولا قوة إلا بالله. وتعليقا على مشاهد القصف الروسي الجديد، قال محمد الفيصل: المجرم بوتين ارتكب المجازر في سوريا ولم يتوقف. بوتين مجرم حرب كبشار الأسد ويجب أن يحاسب. بوتين هو القاتل، هو القاتل، وبشار الأسد هو القاتل. هذول مجرمين حرب لازم يتحاسبوا، وما حدا نهائيا يحاول يبرر لهم أي جريمة اللي عم يعملوها. بوتين قاتل، بشار الأسد قاتل، والخميني قاتل، كل هذول وحسن نصر الله وكل هاي العصابة هي اللي عم تقتلنا، عم تقتل السوريين، عم تقتل أولادنا، عم تقتل أطفالنا، ورح نضل نقاوم بإذن الله رب العالمين لحتى ننتصر عليها. واللي بيظن بانتصار هاي العصابة المجرمة بيكون غلطان كثير. بإذن الله رب العالمين لا يمكن تنتصر هيك عصابة. عبد الملك عبود انتقد محاولات روسيا لعب دور وسيط السلام والأمان لسوريا أمام المجتمع الدولي، بينما بالواقع طائرات بتقصف يوميا منازل المدنيين العزل ومشافيهم ومدارسهم بإدلب، مثل ما قال عبد الملك عبود. عبود نشر الفيديو اللي عم نشوفه. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. التنفيذ كله على طريق المعبر، التنفيذ كله على طريق المعبر. بردا وسلاما يا رب، بردا وسلاما يا رب، بردا وسلاما يا رب. شغلة أخيرة عن هذا الموضوع هو أن العديد من التقارير الصادرة عن هيئات الأمم المتحدة اتهمت روسيا بالمشاركة بارتكاب جرائم حرب بسوريا، وبتأكد هالتقارير أن الغارات الروسية استهدفت المدنيين السوريين بشكل ممنهج، فيما يسعى حقوقيون سوريون إلى ملاحقة موسكو قضائيا لإثبات ارتكاب جرائم بسوريا. وبنهاية فقرة حكيكم نتوقف مع فاصل قصير لنتابع بعده قصة مروعة عن اعتقال وتعذيب امرأة في السجون السورية. أهلا بكم من جديد. بدأت قصة المروعة من درعا سنة 2011 وشهدت محطات مأساوية، منها اعتقال مع أبنة بكمين أصبته لهم قوات النظام السوري عام 2012، بعد تعرضت لأصناف من التعذيب داخل المعتقل، من الضرب للكهرباء وصولا لكسر رجلة. قصة المعتقلة السورية السابقة حسناء الحريري متابعة بفقرة كأنه امبارح. قبل الثورة بأيام صارت الثورة التونسية، كتبوا الأولاد على جدار مدرستهم بدرع البلد إنه جايك الدور يا دكتور، اللي كانوا يشوفوه بالتلفزيونات. واعتقلوا هاي الأولاد، وكانت درعة كلها عاملة حساب على الأولاد اللي أخذوهم لتاريخ ما راحوا الوجهاء، وجهاء درعة ومشايخ درعة على عاطف نجيب، وقالوا له أنه بدنا أولادنا. قالوا لهم أولادكم انسوهم، ما في لكم أولاد. طبعا هم راحوا أكثر من مرة وصدوهم. لتاريخ ما حكى كلمته الشهيرة أنه أولادكم انسوهم وجيبوا بدالهم، وإذا ما أنتوا قادرين تجيبوا بدالهم جيبوا نسوان بنخلهم يجيبن بدالهم. وانتم بتعرفوا يعني درعا عشائر، واللي يعني اصعب شيء انك تجيب طاري العرض.
ولما استهزأ بيهم لهالدرجة وحكاهم بهالملافظة السيئة، الناس ما تحمل. أنا طبعاً كنت بين القرى، وخاصة القرى المحاصرة، أودي الأدوية، نودي حليب الأطفال، نودي الخبز، نودي وصلت بينا نودي مي. 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 كانت محاصرة بصر الحرير، حاصروها أكثر من سنة. جيت طلعت بها السيارة ومعي بنتي. بنتي زوجة شهيد، كان مستشهد جوزها، استشهد ب 15/11/2011، كان مروح من لبنان معه سيارة وركاب. يوم شاف الجرحى بالأرض نزل هو الركاب، صار يسعف الجرحى، ضربوه بمضاد 23 واستشهد الله يرحمه. طلعت معي بنتي وأنا وابن عمي بالسيارة. يوم أني صرنا قطعنا أول حاجز وثاني حاجز، قبل أفوت على إزرع شفت سيارات محطوطات بعرض الشارع قدام اللي قيادة الفرقة الخامسة. شو قلت لابن عمي؟ قلت له يا سامي هذول بجوز واقفين إنا، يمكن أكثر من 50 واحد اللي واقفين، موقفين سيارتين بعرض الطريق قاطعين الطريق. قال لي جيتي يا حسن الحريري؟ طلعت فيك ما حكيته. فوتوني أنا وبنتي على مهجع وإحنا فايتين من الباب، إجا عسكري ضرب برجله سامي، إجا هون على ثمه وقعن أسنانه قدامه، هاي وإحنا فايتين. سامي زتوه بهالأرض وأنا وبنتي فوتونا على مهجع تبع عساكر. بعد ما خلصوا معانا تحقيق بدرعة، قعدنا بدرعة 3 شهور، رحلونا على الشام على مربع الأمني، وكلهم بخصني الأمن العسكري 290 و293 و200 وما بعرف قديش وال215. أي مشان الحرية شنشوف حريه. ابشع الجرائم شفتها بال215 اللي هو فرع الموت، ما يفرقوا لا بين كبير ولا بين صغير ولا بين مره ولا بين زلمه، كان يعني عذابهم للتلذذ، يتلذذوا بالعذاب، كان ابشع شيء. أول ما فتت على ال215 أتفرج على موت الشباب، أتفرج على الشباب اللي حاطين لهم مثل قيت الذبايح، قصط الهيش هم علقينهم مثل الذبايح، أبكي وأصيح يا ربي ترحم أولادنا، يا ربي تقف مع أولادنا، يا ربي. بعدين أمشي بساحة الفرع يأخذونا من مبنى لمبنى على التحقيق، ما فيش مطرح من الجثث بساحة الفرع، وهذا هي كلها انتشرت طبعا، بدك تحط اجرك ايش مشان ما تدعس على الشهداء، تتلاقي مطرح تحط اجرك بساحة الفرع. طريقة التعذيب، المرأة مثل الزلمة، لأنه السجان واحد، احنا ما عندنا شرطة نسائية ولا عندنا سجانات نسائيات، احنا سجان على المرأة وعلى الزلمة نفسه، المجرم هو ذاته. أنا تعذبت عن طريق الشبح، انشبحت 28 يوم واقفة ليل نهار، وربطوا شعري بشريط بالشباك مشان ما أعرف حدا منهم. كانت بزنزالة قعدت فيها 45 يوم، المي لهون طبعاً مية مجاري بالطابق السادس تحت الأرض، يجي يطلعني من المنفردة يظل يقتل بي تا أغيب عن الوعي، فيقوني بالكهرباء والحروق بجسمي موجودة بظهري. فات بده يأخذ من عندي بنت
من الشام مجازة بالقرآن الكريم مرتين وعراها وتخبت وراي وقمت، مع أني كان لي 4 أشهر ما أقدر أقوم، كانوا كاسرين ركبتي هاي، وقمت وما خليتهم يأخذوها. بعدين من قد ما انغاض مني ضربني بالحربة تبع البارودة فتح بطني، هذا هو هذا هو. ظل 8 شهور بطني مفتوح هيك الدودة تطلع منه، لما الله حنن علي ابن حلال بنفس الفرع سجان، صار يفضي سكارته من الدخان ويعبيها ملح، لما يجي علينا تفتيش زت السكارة تأخذها بنت من درعة، بس يطلع تحطهم بيدها هيك وتفرك لي الجرح. كل يوم يشيلوا الميت وحطوا بداله. طيب طيب شو مسوين احنا تحت نموت تيش موتات اولادنا؟ ليش تتموت تيش؟ مين هم تا يحكموا علينا بالموت؟ على الخازوق وبمنشار الكهرباء وبالدريل تبع الكهرباء وحرق بالنار ويعبوا الخزانات ويزتوا عليهم بالرافعات اثقال تا يمعسوهم. طيب شو سوينا احنا؟ بس قلنا بدنا اصلاح، بس قلنا بدنا نعيش مثل باقي الشعوب بأمان، بس طلبنا إنه إحنا نكون شعب نمون أحاله ما نقولش فيه للحيط أذان، هذا اللي طلبنا. شو سوينا؟ إنا 40 سنة تحت الظلم، ما بطلع إنا نطالب إنه نصير بني آدمين؟ بحياتنا ما حسينا حالنا نعاشين ببلدنا، إلا إحنا يا بمعتقل يا بزريبة. هالقيد محطوط علينا من 50 سنة، ما بيحقنا نحل هالقيد عن ايدينا ونصير نحكي مثلينا مثل الشعب الشعوب اللي حوالينا. انا بحمد الله وبشكره على كل شيء، والله فوتني على هالسجن تحته. شفت البشاعة اللي بهالسجن وهالجرائم، لأنه صار أنا بجوز الوحيدة بالعالم اللي ما بعتبر الموت مصيبة، بعتبر الموت عز صراحة. لهالسبب أني يوما طلعت من السجن عملوا لي مبادلة الشباب وطلعت. من شروط المبادلة كانوا أنهم يودوني على قدسية ويصوروني وأحكي تليفون. والله فتت على بنتي قعدت، صورتي بعدها طبعا عند العالم كله. لما صورني قال لي يقعد بدي صورك، قلت له هيك، قال لي نزلي ايديك، قلت له انا ما بدي نزلي ايدي واصلا انا ما بديش اطلع، رجعني على الفرق. اجى اضطر يصورني وانا قايل هيك بدي الثنتين. اخذت سياره من قدسية ورحت على كراج درعا أشوف العالم غير عالم. إلي سنتين يا الله، سنتين ونص وخمسة أيام ماني شايف الضوء، ماني شايف الشمس، أشوف العالم كلها مختلفة. مشيت لكراج درعا، طلعت لقيت باص مكتوب عليه إزرا. والله طلعت بهالباص، قعدت آخر مقعد من ورا، كان فيه شي 7 شباب وبنات. وصلت أول إزرع في حاجز قام يطلب هويات النسوان. قلت أنا من هون رجعت لحالي، بجري رجعت. قرب هوياتكم هوياتكم، والله أخذ هويات الشباب. قال لأول واحدة أعطيني هويتك الثانية، والله اطلع هيك بيهن وقام يزته. قال له يلا امشي يا فرج الله. أول بصر الحرير لقتني هالعالم هالناس، سلم علي وتبوسني ويا حجة ويا حجة ويا حجة. طلعت تيش قلت لهم وين أولادي؟ كل هالدنيا ملاقيتني غير أولادي وجوزي، وينهم؟ ولا جيزان بناتي موجودين. فينا دكتور الله يرحمه قام يقعد قدامي وصير وعبطني وصار يبكي. قال لي تروحي عليهم؟ قلت له اي. حطوني بهالسياره ونزلوا بي على تربه الشهداء. عد عبد الله
وحمزة ويحيى ومحمد وأبو مهدي وأبو علي وأبو قاسم، شو بدك تعد هذا؟ سحبت حالي، أخذوني وطلعت. إجوا علي ثاني يوم قالوا لي في بنصيب ناطرينك. طلعت علي حدود بنصيب وأنهم جايين بدهم يفوتوني على الأردن. قلت لهم ما بدي أروح، والله ما بدي أروح، والله ما بدي أطلع. قالوا لي 10 أيام بتشوفي هالنسوان هناك وهالولاد الصغار، وأنا عندي ابني مصطفى عمره 8 سنين. أبوه يوم سمعني إني معتقلة كان بلبنان، حط جايب معه 9 مليون وجاي بده قال يدفع ويطلعني أنا والبنت. أخذوه من الحدود قاعد عندهم 1 شهر و5 أيام وطلع شهيد بس عارقين وحرب. بناته ما عرفنه، واللي دفننه بناتي ما عرفنه، محروق حرق. وهذا الصبي الله عليه عمره 8 سنين يوم شاف أبوه بطلع 20 آدم وهم مثبتينه ونطع فوق على تحت ما شو يقول، بكرة بحرقوا أمي، بكرة بتيجي أمي مثل أبوي محروقة. صار يحسب حساب علي وحضر دفن أخوته ودفن أبوه وجيزان خواته وحضر هالشهداء كله واني بالسجن. طلعوا لهون مع مرت أخو قالوا لي مصطفى بده إياك. يوم أني أجيت شفت مصطفى وأنه راسه أبيض أبيض شيء، قالوا لي 10 أيام بتشوفيهم وبترجعي. ما عاد رضوا ينزلوني، ما عاد رضوا ينزلوني. حلمي أرجع بلدي، حلمي أرجع بلدي وأزور قبور الشهداء وأشوف الأرض اللي ربيت أولادي عليها، الأرض اللي شفتهم صغار فيها وكبروا فيها، مكانهم وين كانوا يلعبوا، وين كانوا يحبوا، وين كانوا مبسوطين، وين كانوا يقعوا. حلم أروح على هذيك الأرض وأقعد وأتخيلهم وهم صغار. الحمد لله على كل حال. حلقتنا وصلت لنهايتها، فيكم تتابعوا هي الحلقة وجميع حلقات الحكي سوري على صفحاتنا على السوشيال ميديا. موعدنا معكم بيتجدد الأسبوع القادم بنفس الموعد. إلى اللقاء.